كورونا دايما كل حادث بيصير ياثر على اسماء الولادات. ايه أطلق زوجان هنديان اسمي كورونا وكوفيد على مولوديهم التوم، وأطلقوا الزوجين اسم كورونا على الصبي واسم كوفيد على البنت، وبيقولوا أنه الاسمين رح يكونوا بمثابة تذكير لهم بالمصاعب اللي تغلبوا عليها بظل إجراءات الإغلاق وتقييد حركة المركبات، حتى أنه وصلوا على المستشفى على آخر نفس وتمت عملية الولادة. كم يوم كمان سمعنا خبر من المكسيك عن سيدة مكسيكية كمان جابت توم وسمتهم فيروس، والتوم الثاني سمته كورونا واصرت على التسميه. القصه بلشت انه الحكيم هو عم بيولدها، قال لها شو رايك تسميهم فيروس وكورونا؟ هو كان عم يمزح ولكن قبضتها جد وقررت تسميهم هيك. هو ما قال لها هيك ولا سميهم فيروز، وهي سمعت فيروس كارينا وكارينا فيروز وكارينا، سميتهم فيروس وكورونا. ابو جي كوفيد لا تذكرهم بالمصيبه، قال ايه قال شو حلو، قال يذكرهم بالمصيبه، حلو ابنك يذكرك بمصيبه كيف ما هو ماشي. ايه مش معقول عن جد، انتم بتجيبوا لي المرض كل الوقت، انتم بتجيبوا لي المرض كل الوقت. من سمي COVID. ابنه كوفيد كوندوم مفخوت مثلا، يعني سامي ذكره بالمصيبه. فوت على البيت، ما قلت لك ما بتلعب مع سارس وايبولا. الجيران هو الجيران، كل واحد بالبيت، كل واحد بالبناية نسمع اسم فيروس. فيك ترجع تحضر هالحلقة من لهون وبس عبر أبليكيشن الـ LBCI ساعة اللي بدك وين ما كنت.